عندنا انخفاض في بعض المواد وارتفاع في الاخرى. نحاول اننا نعدل في هذه المواد. نشكر المنظمات الاقتصاديه في الكريا خاصه في اخذوا قرار باش يرافقوا المستهلك الجزائري في صيام شهر رمضان. لذلك احنا خلينا اجراء هما نخفضوا من 10 الى 15 الى 20 حتى 25% من الاسعار في المواد الواسعه الاستهلاك. ما تمسكوها اليوم في السوق وحطوا عليها المشكله. كذلك هناك وزاره التجاره